حكيم ماليزي بالكامل لإدارة هذه المباراة. برهان صهيوني في خط الوسط، لدينا ماهر تعبول، سعيد برو، وصبحي شوفان. كرة ملعوبة لمصلحة عناصر المتقدم هنا الفيصلي منذ البداية. الكرة يعني الجولة الحالية كأس الاتحاد الآسيوي في الموسم الماضي، خطيرة إلى الأمام، الله، أوه، على كرة وصل فيها الفيصلي، كرة وصل فيها الزعيم الأردني في الكرة الماضية، وكان قريبا من أن يأتي ب طبعا من أن يأتي بالضرر. المسألة ليس خليل، لديه خيارات، كرة ملعوبة لمصلحة الفيصلي، أوه، على كرة هنا رفعت فيها الرايات في المباراة النهائية على لاعب أحمد عرسان في المحاولة. الرفاع البحريني والجزيرة الأردني وظفار العماني، ويحل ضيفا على الكويت، الكويت هنا، الكرة مرت هنا، الفرصة مرت هنا، محاولة مرت لعبت من جانب الفيصلي لكنها إلى خارج أرضية الملعب. تصل لدى يزيد أبو ليلى لمصلحة عناصر الفيصلي داخل منطقة الجزاء، لا تزال الكرة تلعب، وبعد ذلك تأتي مجموعة وسط القارة، وسط والجيش السوري. هنا الكرة، تصويب، الله، أوه، على الكرة الماضية أحمد عرسان في المحاولة الماضية أطلق كرة، صوت بذلك الحضور العربي أو ليس بذلك الحضور. كرة ملعوبة ثم تصوب، ولكن حارس المرمى يتصدى للكرة الماضية، يبعد ولم يتوج. كرة ملعوبة، الله، أوه، على كرة كان قريب من خلالها الفيصلي قريب من الوصول، كان قريبا من الوصول. عائدة، بحثنا عن التصويب، التصويبة تأتي، أوه، الله، على الكرة الماضية وعلى التصدي من جانب حارس المرمى. لا 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 يا حسين، تصدي كبير وألف سلامات. ميسيا لوكاس، أوه، على كرة مرت من جانب لوكاس. كان ذلك في عام 2011، محاولة هنا سورية لكنها تبعد بعد، بينما في 2018 الفريق خطيرة، أوه، كرة ملعوبة أمامية خطيرة في هذه اللحظات، هنا العرضية، لدينا بعد ذلك شرطة بالرأس تلعب، تصل لدى حارس المرمى، خطيرة أمامية لا تزال تبقى وتستمر. هنا التمريرة ثم العرضية ثم الكرة، أوه، على حارس المرمى. يا جماعة، هذا حارس يعني من تصويبه هنا من بعيد لكنها إلى خارج أرضية الملعب، يبحث عن ظهور، كرة ملعوبة إلى الأمام، مرور ثم العرضية، الكرة تلعب بالرأس، خطيرة، حارس المرمى الفيصلي، تصويبة حارس المرمى للفيصلي، تصويبة سهلة، كرة تلعب أمامية لمصلحة الفيصلي، خطأ موجود في هذه اللحظات. ماهر تعبول هنا في هذه اللحظات، كرة إلى الأمام، مرت خطيرة لمصلحة الفيصل في المباراة، الكرة ملعوبة لمصلحة الوثبة السوري، لكن تمت استضاف عدة بطولات هنا بالرأس الفيصلي من الجهة اليمنى، هنا العرضية، وصلت هنا خطيرة لمصلحة الفيصلي، الله، أوه، يا حسين رحال نجم المباراة، لاحظ للنسخة الماضية كأكثر فريق يفعل ذلك ويحقق ذلك، أكثر المضان طويلة دقائق. الفجيرة طبعا بدولة الأنصار سيواجه نادي الفيصلي في الجولة القادمة.